عقد سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا صباح اليوم في مجلس الأمة مع عدد من أعضاء المجلس، حيث استمع سموه لكل الآراء والمقترحات النيابية المقدمة من النواب. اجتماع سمو رئيس مجلس الوزراء ومجموعة النواب 16 انتهى بالاتفاق على تشكيل لجنة نيابية حكومية لإقرار مجموعة من القوانين. لقاء سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مع مجموعة من أعضاء مجلس الأمة تم في أجواء إيجابية، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل حكومي نيابي. اليوم تم لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مع أخوانه النواب مجموعة 16 نائب، وتم طبعا في أجواء ريحية، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل حكومي نيابي لإقرار قوانين اللي وردت في بيان المجموعة 16، وإن شاء الله راح يتم عرضها وقرارها في أول جلسة لمجلس الأمة إن شاء الله. وطبعا الأجواء اللقاء اليوم كانت إيجابية للغاية، وخرج الجميع من هذا اللقاء يعني في ارتياح تام لما إن شاء الله سيعود على المواطنين من إقرار هذه التشريعات اللي تحظى بدعم أيضا النواب، فإن شاء الله نتمنى أن تم إقرارها في أول جلسة مثل ما تم الوعد. الفريق المشكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية سوف يعمل على إقرار القوانين والتشريعات التي سوف تعود على المواطنين بالمنفعة. نواف الشراكي، تلفزيون دولة الكويت.